في آذان هؤلاء وقع خاص لاسم هذا المكان، إنها ساحة وستمنستر في لندن، وهؤلاء غالبيتهم الساحقة سياح قدموا من بلدان مختلفة، فهذا الميدان يكاد لا يخلو من الزوار على مدار العام، إلا في فترة وباء كورونا لما أصبحت الطيور وحدها تمرح في أرجائه. شيء ما شاء الله الأجواء حلوة، وهذا أول يوم لنا في لندن طبعا، وتونا نزور أول مكان اللي هي البيج بين ولندن آيز. ما شاء الله المدينة زحمة وفول اوف تورست والجهال مبسوطين. شهدت الآونة الأخيرة طفرة في عدد السياح القادمين إلى عموم بريطانيا، ويرجع بعض المعنيين هذا الأمر إلى اعتدال الطقس واستقرار الوضع الأمني. إنها لندن، دائما هناك احتمال لسقوط الأمطار، لكننا سعداء بأننا لسنا في جنوب أوروبا الآن مع ارتفاع درجات الحرارة. نحب المكان هنا. تتوقع هيئة السياحة البريطانية أن يزور المملكة المتحدة خلال هذا العام حوالي 38 مليون سائح، يقدر حجم إنفاقهم بأكثر من 30 مليار جنيه استرليني. المواسم السياحية الثلاثة الأخيرة يتذكرها العاملون في هذا القطاع في بريطانيا بمرارة، بعدما كبدهم وباء كورونا خسائر غير مسبوقة، لكن النبرة الطاغية حاليا هي التفاؤل، فالأرقام الأولية تجعلهم يستبشرون بتعويض الشيء الكثير مما ضاع منهم. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، لندن.